اخر اللعيبه هي اللي هتحسمها. بس انا بتكلم شريف ومحمد شريف وقفشه الاثنين السنه فاتت عملوا موسم كويس قوي يعني في بدايته في البدايه فنشوا وحش برضه. هم وقعوا نفسيا بسبب موضوع المنتخب. لما تيجي النجمين زي دول كانوا بيلعبوا اساسيين في النادي الاهلي وان انت ما تروحش يبقى كيروش كان ده اول اختيار لكيروش. بالظبط كده. ان كانش يعني حتى ما كانش مقتنع بقفشه في موضوع لان هو برضو طريقه اللعب بتاعته كانت متغيره لان قفشه مش هيقدر يلعب 8 ويقدر يدافع. هي دي النقطه. يعني انا بتكلم على قفشه لازم الفتره اللي جايه يطور من نفسه جدا لان يطور نفسه حته دفاعيه وحته هجوميه. الحته الدفاعيه انت دلوقتي النهارده لما نزل قفشه عمل ربع 25 دقيقة او 20 دقيقة كويسين جايز. كمان ان كولر دلوقتي بيلعب واضح انه هيلعب برباعي هجومي وعنده 10 يعني بيلعب ب 10 خلاص بقى يعني رجع مكانه بالظبط. بس انا بتكلم في النقطة دي يا كابتن انت لازم تطور من نفسك يا قفش. انت بتلعب كويس او بتعمل سرعات كويسة جدا لازم في اوقات كتيرة قوي لازم الاقيك فيرويد. انت النهارده كابتن برونو ليه تحس ان هو يعني الراجل مقتنع بيه اوقات كتيرة ليه في ال 18 يعني حتى الجون اللي دخل النهارده عبد القادر لما عمل الحاجه اللي هو مميز بيها ان ياخد الكوره ويعدي من اي حد حتى في الماتش الاولاني برضو لما عمل الكورتين وعدى بيهم هي دي ميزه عبد القادر. هتقعد تباصي وتقعد تلعب في الرجل عبد القادر مش هتعمل مش هيبقى اي حد بقى يباصي يبقى اي حد بالزبط. يعمل الشغل دوت يعني. بالظبط يا كابتن. فانت لما عمل راح معدي انت لقيت النهارده محمد شريف جوه في 18 وبرونو وطه الثلاث لعيبه موجوده انت فاهم مع لعيبه نص الملعب مع كمان الباك ليفت هو اللي مباصي الكوره. فانت كل الناس بتهاجم. انت بتهاجم دلوقتي مثلا بست او سبع تدفع والثلاثه اللي واقفين الثلاثه نص واحد نص ملعب حمدي فتحي وديانج والثلاثه الباك رايت والاثنين سيرد باكين. فهي دي هي دي انت لازم النادي الاهلي كثافه الهجوميه اي حد عايز يجيب جول لازم الكثافه الهجوميه في ال 18 تبقى عاليه. انا بقول للقفشه انا من اللعيبه اللي بحبها جدا 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 لعيب اخلاق لعيب كره كويس قوي يقدر ينقل لك الملعب بيعمل سرعات كويسه بس في اوقات انت بتضيع اجوان كتيره لازم تبقى موجود في ال 18. هو ده اللي انا بتمناه من قفشه الفتره الجايه لان كمان انت دلوقتي المدرب بتاع المنتخب بيعمل ايه بيلعب 6 و2 8 انت عايز تلعب قفشه في المنتخب لازم تطور من نفسك لازم تدافع كويس لازم تهاجم كويس لازم تبقى شرس لازم في اوقات كتير لازم تبقى موجود في 18 لازم يحجز مكان في نادي الاول لازم يحجز في مكان في الاهلي الاول. هي دي النقطه انت بتتكلم فيها صح. ده اللي هيوديه المنتخب بالظبط يا كابتن بالظبط. فانت عندك دلوقتي كان الاول هو بيبقى ما هو الموجود فكده كده كان الراجل المدرب القديم كان هو كده كده بيلعبه وحش حلو بيلعبه فما كانش عنده منافس. دلوقتي بقى عندك منافس برونو لعيب كويس خلي بالك كابتن بيلعب الكرة السهلة قوي يعني السهل الممتنع يعني ما بتحسش ان هو الامور صعبه معاه بس لسه ما عملش حاجه. انا شايف ان هو لسه قدامه كتير قوي. لا لسه حتى هو الماتش اللي فات في تونس كان احسن من النهارده. لعب بالظبط 30 دقيقه او 25 دقيقه انا اتفرجت على الماتش لعب بالظبط 25 دقيقه اتحرك فيهم وكان بيطلع بيتحرك على الجناح. بس في لعيبه يا حسن يعني احنا برضو لعبنا كوره في لعيب تعرف انه لعيب كبير. لا 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 ده لعيب برونو لعيب جامد بالظبط. برونو لعيب جامد وصفحه جامده. النقطه بقى اللي انا بتكلم فيها ايه ان الريتم النهارده سريع لو مسك كوره وعطلها كان هيبان ان هو وحش فانت كان بيلعب السهل جدا في اوقات يعني ما هي خلي بالك اللي هو لان هو بيلعب في العمق لو بيلعب على طرف من الاطراف هيبان مهارته فهي ديت. لا انت بتلعبه في العمق دلوقتي فانت لو لعبته على طرف هيبان بقى واحد على واحد كرة هيطلع معلول او يلعب ناحيه اليمين هيطلع اكرم فانت في العمق بتبقى عايز تلعب السهل او تلعب السرهات. بس انا مبسوط منه ايه ان انا اوقات كتير الاقيه في ال 18 لازم اللعيب اللي بيلعب تحت الفيرود ده الاقيه جوه في ال 18 عشان تعرف تجيب جوه. طيب بالنسبه لشريف والمنافسه اللي هتبقى مع شادي وحسام شريف خلي بالك يا كابتن لعيب جامد جدا وهداف وهيعمل موسم كويس جدا لانه عنده تحديات كبيره بس عنده حلول يعني عندنا حلول ان انت ممكن تلعب شريف يلعب فرود وهو يلعب ناحيه الشمال يعني انت مثلا لما كان بيلعب في سيراميكا لما كان باسم بيلعب كان بيلعب من تحت باسم بالظبط كده فانت ممكن يلعب يلعب دي وفي اوقات كده ممكن كتير تلعب اتنين فرود تلعب 4 4 2 بس هو حسب المدرب هيلعب ايه. هو دلوقتي بيلعب باتنين ديفندر وصانع العاب
فانا شايف ان هو ان شاء الله الماتش الاولاني كان بدا شادي ونزل شريف وبعدين ونزل حسام بالظبط يعني كانوا الاثنين في الملعب بالظبط هي المنافسه دلوقتي بقت منافسه قويه في كل مركز يعني حتى اكرم لما رجع وانا بتمنى ان هو يسمعني ان انت اكرم لازم ما تحطش نفسك في قوه كتيره التحامات كتيره انت في فتره دلوقتي انت يعني عارف انت واحد بقاله 6 شهور راجع من صليبي فانت كل شغلك عارف اكرم بيفكرني عارف اللي هو عايز يبين للناس لا انا جامد لا انا ما كنتش مصاب فكل فبيخش في خناقات كتيره في 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 كل كره مشتركه مع ان ده في كوره اللاعب رقم 8 ده ولا 6 الاسمراني راح طويل راح له ناحيه اليمين ففضل يدافع فضل يحضن على الكوره والتاني لو لعبها للحمدي محمود متولي كان الموضوع خلص بس هو عايز يبين للناس لا انا راجل قوي وهي دي امكانياته يعني خلينا برضه نتكلم خد بالك هو مش محتاج يبين للناس كل الناس عارفه ان هو قوي بس يعني انا عاجبني فيها كابتن ايه ان انت بعد الاصابه ديت خلي بالك لما حد بيجي له اصابه هنا مخك لو انت مخك فضل قلقان وخايف ولا لا انا عندي صليبي فمش مش هخش جامد لا هو ما شاء الله ما عندوش الحته ديت فدي بامانه دي حاجه كويسه ما شاء الله ما عندوش هو بيلعب طبيعي يعني بالظبط هو خد بالك هو نفسه اما هيجي اما نفسه هيجي ويبدا يكمل في الحته الهجوميه بالزبط. هيبقى شكل تاني خالص وهيبقى مختلف كمان كابتن بركات النهارده في كوره اتقطعت فكانوا 2-2 رجع راح قطعها دي عجبتني قوي من الكور اللي عجبتني عملها مرتين فهو من المميزات بتاعته ان هو بيقدر يفسد الهجمه لما تيجي حد واحد على واحد هو ما حدش بيقدر يعدي منه خلي بالك من المميزات صعب. بتاعته صعب قوي ولو عديت منه بيجيبك تاني